ساعة غالية لكن بغالية حلو والله. شو ساعة تنزل في اليوم؟ ساعة غالية والله يا ناصر ما تغلى عليك بس. خلا ما بيها ولا بيك أنا. أبيك أنا أبو سارة يا حبيبي. يا شباب. حبيبي إذا ما فهمت تسوي أنا. هلا نعم الكيو عندهم لو ثلاث ساعات كيو عندهم خذ الكيو خذ اي حاجه ايه المفروض ما تطلع الحين انت وين يقول اطلع انا يقول نبدا شمران بعد روحي يا زيد الصوت يا الله صباح خير يا الله سبحان الله العظيم لو ودك ذا ما يصحي لي لصلاة الفجر وش بسوي؟ ها يا حبيبي يا ذا الديك اصلي الفجر وارجع مرة ثانية يا الله شماغي بغيت انسى شماغي طبيعي الواحد تو صاحي من النوم يبغى ينسى شماغه عكازي عكازي يبغى ينسى نسيت اني شايب صلاة الفجر سبحان الله اوه نسيت ان الدرج من هنا بغيت اطيح يا الله يا الله يا الله يا الله مغفرتك يا الله يا الله يا رب تقبل منا يا الله انك سميع الدعاء يا الله تقبل منا يا الله ايه خلني الحق الحين على الاعاده هي نعم الاعاده بيض الله وجهك يديك الحين اعاده كلكله الحين اعادتها هي نعم يا الله يا الله يا الله من فضلك الاشتراك عندي قرب يخلص الله يرزقني برسيفر من عندهم يا زينة يا زينة وليد مصالح والله يعني من لو جات يذكرني بأيام زمان زمان كلكلة كلكلة ابو عمر ابو عمر ابو عمر ايه ايه اصبقوا في الجبهه ايه
كلهم يتكلمون. ايه ايه يلا ايه من هو ذا؟ ايه ها؟ ايه ايه سامج ذا وش ذا؟ خليك رجال سامج كل شوي ما ينفع. اعوذ بالله. بعدوا عنا بعد. لا يتكلم لا يتكلم. ايه يا زين هذا الاسمر. ايه الشمراني الشمراني يا حسن. الله ايه تكفوني خلوا محمد عباس ينشد السليم القلبي. ايه الله يوفقه. ايه وش ذا مشهد؟ ها من هو ذا؟ اقلع سبحان الله ذا ما واطنا. قال يقل ابراهيم يقلع. وش ذا عيب عيب المش ش لابس؟ البس زي رجال حسبي الله البس زي رجال. يضحك شب شب برتقالي ليه انشغال بلدية انت؟ ما يا الفقرة اللي بعدها يا زين ذا الشايب اللي يمثل. ايه يا زين اداء. خلاص خلاص كلكلة ما عاد اقدر كلكلة دغدغة. ادخلت السروع على قلبي وانا نايم. ايه نايم عشان شايب. ايه خلاص يكفي وقت النوم. جاء وقت النوم. اهم شيء النظارة. يا الله من فضلك يا الله يا الله من فضلك. نسيت الريموت. خل طفيه عشان الكهرب. يلا صباح الخير يلا. يا زين الصيف كان الواحد ينام بدون شماغ. الحين نام بالشماغ وبالبطانية وبكل شيء والبرد يدخل في عظمك. الله يرحم حال اخواننا في مضايا. يا الله انت تنصرهم تعجل بنصرهم يا الله. وش فيه هديك ذا مكربل؟ ما عاد هي النقبة اللي انا خبرها. وش سالفتك؟ لا اكيد فيك بلا. ايه اكيد انك مبوش ولا مضى عليك الزمن ولا فيك 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 لا ولا انك ها مختار مني عشان اتابع كلكلة. هذا زين برنامج في قناة مصر المجد. وش فيك انت متضايق؟ زين لا بدي اشوف لك حل. لازم اصلحك. باخذك معي واصلي الفجر ونروح نشوف لك حل. يا الله من فضلك يا الله. بسم الله. يا الله يا الله ما هذا المحل حقي انا. اطلع عليك ازاي. طقم خلني سمعتو شيلاتو هذا سرسريتو شيلات سرسريتو هذا حقي شيلات ما معلوم شيلات معلوم شيلات انت معلوم اسمع شيلات سرسريتو. حياكم الله يا اما مزدي اما الاني انزم الينا مزدو اما شكرا مزدو اما اتمنى لكم متعة سعيدة هذا ان شاء الله ان شاء الله كله سعيدة. كان اسمعنا شيلات هذا سرسريتو شيلات هذا حقي شيلات سرسريتو فيليبين. كان شكلتو يا مرحبا
يا مرحبا. ما بي كويس. واتساب دي انا من الهجران. لا ما بي كويس. يا رأي الكيب لا ما بي دلا. هذا ما بي كويس. كلي كلي هذا بعدين شغل بعدين سوي شغل. هذا الزوال مشكلة. تقوم. عندنا هذا ساعة سوي سلا ساعة كلاس كلاس يا ربي هذا معلوم ساعة ثلاثة يوم أنا صلي إن شاء الله كلاس اليوم أيوة هذا باقي مسمار أيوة إركاب ربي يا ربي يا مسمار يا بعد هي يا مسمار. السلام عليكم. بابا عزيزك لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك. بابا سليم بابا سليم مسمر هذا ولك ولا كلمه ولا ترفع صوتك علي انت مسمر. من حضرتك ولا كلمه صوتك لا ترفع علي صوتك لا ترفع علي. تعرف تكلم مين انت بابا؟ ها تعرف تكلم مين ولا لا؟ صبر بابا صبر ولا كلمه صبر شويه بس. لا ترفع صوتك علي لا ترفع صوتك علي. انا ركب مسمر هذا ثلاثة ايام انت ركبه. ركب مسمر ولا تركب مسمار شغلك تركب مسمار هذا خلي ولي ولا كلمه لا اسمع صوتك. شغلك انا تركب مسمار ايش دخلني انا؟ بابا خلقتني هنا اخلقك واذبحك انا ليه تعرف من الله حق؟ بابا صبر شويه بس صبر. احترم نفسك واحترم اي واحد كبير في السن احترمني. بابا ليش تضرب برا؟ بابا ليش تضرب انا بابا؟ بابا خلاص يا بابا خلاص بابا انا ان شاء الله انا بابا الله يهديك والله انك خليتني ينفعل. بابا حرام علي ما بيضرب انا بابا خلاص انا مسكين عشان انت سوي هذا الصيبه كبير يضرب انا صغير ما ودي امد يدي لك انك انت انا سوي دعاء عليك يا ربي ان شاء الله انت روح يعني انا قديني منت خلاص انا يدي عليك انت انا يدي عليك بابا يا ربي خلاص. الله يا بابا يسي خلاص خلاص لا تدعي بابا كهرب يدنا بابا داري والله العصا عورت كان ادري بس تحمل ايش اسمه لا بد المشهد يحتاج المهم حسبي الله عليك يا بابا. لا لا اعوذ بالله لا تحسب علي انا ابليس. ايوه ابليس انا بابا اقول لك الله يعطيك العافيه عندي شو اسمه اديك هذا خربان وابغاك تصلح الظاهر انها شو اسمه في بحه. ايوه بابا دحا يعني دحا. لا 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 ديك انت هذا دحا. لا لا مو دحا انت عمى. تبغى واحده ثانيه؟ ما بقى. ايوه لا 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 يا ولدي لا يا ولدي انا اقول لك الا اديك هذا وضع مو طبيعي كان ايش اسمها ما في اجبل منه وكنت اقوم دائما على صلاه الفجر وله نغمه خاصه دائما هو حتى هذه تصحيني انا تعجبني النغمه هذه حقته ما ادري الايام الماضيه تغير صرت اذا سمعت الصياح حقه اقوم واتوضا اروح المسجد وهو مقفل. الله يتقبل منك بابا. اكتشفت يا ولدي ان التوقيت على جرينتش مو على مكه. طيب بابا انت حملت ستار هذا جديد ايش ستار جديد حمل ستار جديد هذا ديك جديد. لا ديك إيش؟ ديك 9.91 ديك جديد ما بابي كوكو كوكو ايش يقول يا ولد يعني بابا يعني سي سي يا ابوي يشد سيارات ركب سيارات سوي فلاش. ما فهمت ركب هذا فيلس مالهم فيلس ايوه حق الحمام ده. لا 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 بابا ما فيلس ها هذا يوسبي 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 تسب منك ايش السب؟ بابا ما انا ما يسب انت نفسك كثر نفسك تتكلم بادب. بابا والله يدي عليك انا بعدين. لا تدعي علي بس فكر انت بابا انت بس يضرب انا. معلش يا ولدي بس حرام يضرب هذا مسكين. تكفى يا ولدي جيب العصا ما اقدر اوقف على رجلي. عصا؟ خلاص بابا وقف. بابا صبر انا اجيب عصا هاكي. لا لا جيب العصا انت عصايه من يوم ورايح. لا ما يجوز هذا هرم. ايش هرم؟ لا تنهر هذا عمال. اليوم قال ابو عمر هناك قال لا تقول حرام الا بدليل شرعي. اي نعم معك دليل شرعي ولا بصم على شحمه. انا اميل. ايوه ما بيضرب اميل. انا ما ضربتك. الا انت امسك انا قوة هذا كتفي انا اشيل جلد. يا فهمتني غلط انا دغدغك انا. هذه دغدغه؟ دغدغه هذه. المهم هذه كلكله. اقول لك يا ولدي ابغاك تصلح يدك هذا وتشوف الحل بسرعه. بابا انت ما في صف هذا مهل ساعتي ساعتي تصلي ساعتي بابا ما في مشكله ما في ديكاتي هذا لا تصلح صلح ما يبغى له شيء الموضوع سهل الموضوع سهل يا ولدي. طيب. تكفى صلح لي بسرعه تراني حريص على صلاه الفجر ودي اصحي يدك هذا ترى ما عندي يدك هذا يصحيني صلاه الفجر ما عندي غير. بابا دقيقه بس انا اكلم صديق انا بويا قنيا
وقنيا هنيا مقيا صار صديق ميا ميقنيا من سبع القزاء قارا ما بي مشكلة. يلا سلام خلاص بابا صلح ديك انا صلح ديك انا صلح ديك انا زيب انا ديك انا صلح انا بابا ديك انا صلح كل ديك الدنيا صلح بابا سبحان الله انت بابا صلحنا سبحان الله ما نصلح من يصلح على قبل كيف تصلح ديك ومكتوب اصلاح ساعات كيف شفت انك نصاب ماني نص اسمعك يا اخي يا بابا بابا شوف صلي على النبي كل الناس صلي على النبي اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد بابا انا معلوم هذا جدي انا كبير أيوة. جد كبير جدك الكبير ايوه هو ديب ديناصور ايش ديناصور قبل الاف السنين هو صلح انا ده ساعتي يا ولدي هذه كبيره شوي اعطيني اصغر بعير 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 برضه هذه كبيره شوي انا يا سيدي بابا ما في مشكله اهم شيء انك تصلح لي ديك هذا شوف لي حله تكفي يا ولدي ابغى يصحيني صلاه الفجر ما في مشكله زيب انا صلح ديك بابا حقك انت امسك بالله تكفى ابغاك تتعامل معي بكل بس إبقى ادب واحترام يبقى انا الفهم ولا سوايا ما فهمت عليك لا خلاص زيب هذا انت ديك تكفى بالله بالله تكفى ترى هذا اغلى شيء عندي في البيت ترى هذا الوحيد اللي يصلي صلاه يصحيني للصلاه سمعت ولا ما سمعت ما في مشكله بابا ركز معي يا ولدي ركز هذا الوحيد اللي صحيني اي انا وياك اشتكي منك ترى انا اسمع ترى هذا الديك اذا صح انا في احساس غريب سبحان الله اعرف ان انت تعرض لشيء ولا شيء معين انتبه انتبه ولا اشتكي منك ترى هذا اغلى شيء عندي انت مركب حساسات من القرابي كل حاجه مركبها بعدين اسمع يا حبيبي سمعت متى يكون جاهز متى يكون جاهز ان شاء الله طلع يعني نص ايوه نص نص ايش نص ريال نص يوم نص يوم نص يوم يلا ما في مشكله يلا يلا ما في مشكله نص يوم خلاص بابا روح روح خلاص بابا انت شارك خلاص روح يلا بابا طيب. روح روح لا وصلك عليه خلاص بابا روح سمعت هلا حبيبي ديكي انت قول لي كو 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 بعد شوي روح شوايا انت معلوم انت تسوي ديك انت بابا حقك سيبه هذا مخ كربان مخ كربان بعدين انت ما في شرب زنجبيل انت جيب زنجبيل ايش مشكلة انت معلوم ايش مشكلة انا معلوم هل هذا جيب ديك انا دقيقة انا رسول الان ايجي هذا دوي بابا إذي بسم الله ورا أنا سوي في كواليس إن شاء الله بابا إذي رادي إن شاء الله أنا سويت وده زازا ديكوا ما بيسيه كلاس طول عمره يعني إن شاء الله ما بيسيه كلاس سلام قولوا ما شاء الله والله شاركت يا جماعة قولوا ما شاء الله اذكروا الله يا مستهدين جاء بابا شيبا السلام عليكم وعليكم السلام بابا ترى النص ساعة هذه النص ساعة اللي ذكرتها قبل شوي كأنها سنين سنين بالنسبة لي افتكرت أديك هذا اللي صحيني لصلاة الفجر سنين سنين طويلة ولا دروس كلها حلوة حلوة عصا واحد ولا اثنين عصا المهم يا ولدي والله بابا ادري بقوة انت صاحي انا ادري جبت لك سنتين عشان ما ترميها يعني انت فكر مواصل بابا انت فكر مواصل صحي يعني يضرب صحيح يا حبيبي ترى بس كلام مجازي كلام نجاسي نجاسي يضرب صحيح هذا النجاشي يقول اسمعني يا ولدي النجاشي يقول التمثيل احساس وشعور لازم اعطيك بهذا عشان تحس وتشعر ها بشر بشر يا ولدي بشر ها كيف الامور يلا بابا انت تشعر كيف الامور يلا جيب تشعر كيف الامور علمني ابقى انت ايش ابقى انت صاحب الديك ايوه ايوه توني طبخت ديك ايش هذا هذا ديك البو على السوايه حقك انت هذا ديك
ذبحت حقي. ايوه بابا ايش مش كده؟ ذبحته. لا ما ذبحته. ها طبخته. لحظة هذا الديك وين راح الديك اللي جبته لك؟ وينه؟ وين راح يعني وين راح بابا؟ سواه قدامك انت. هذا هو؟ ايوه بابا. هذا اللي اعطيتك اياه؟ ايوه بابا. متأكد؟ جرب هو طعمه هو نفسه ولا لا؟ هو ديك انت؟ والله انت بابا هذا طعمه زين لكن هذا هو متأكد؟ هذا ديك انت جرب طعم مرة ثانية. الحين من اللي صاحيني صلاة الفجر؟ علمني من اللي صاحيني للصلاة. ديك ثاني. نصر الله الثبات. جيب ديك ثاني، ايش مشكلة يعني؟ يعني هذا هو الديك؟ ايوه بابا. هذا هو ها؟ ذبحته؟ لا ما ذبحته. الا ذبحت الديك. ذبحته بابا. ذبحت الديك. ذبحته بابا. ذبحت الديك. ذبحت الديك. ذبحت الديك. ذبحت الديك حقي. ذبحت الديك حقي. ذبحت الديك حقي. حرام عليك. يعطيك العافية. الله الله الله. يا شباب 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 ركزوا ركزوا معي هنا شباب. اولا نشكر الشباب صراحة، والجوع واضح من عنوانه ولا جاب باين من عنوانه. الله على ابليس شباب. والله اسف. ركزوا ركزوا معي. تضحي يا اخوي.